كرة القدم، هو درس من دروس كرة القدم أن الإمكانيات المادية ليست فقط هي مقياس للنجاح والتفوق. أهلا بحضرتك كابتن خالد، وسعيد جدا معاك النهارده طبعا، وبرحب بحضرتك وشكرا. أهلا بحضرتك. شكرا للمقدمة الجميلة دي. لا، ما علاقة طويلة وممتدة ما بيني وما بين حضرتك، وأعرف مدى حبك وانتباهك وعشقك لنادي كفر الشيخ، سواء حضرتك أو الأستاذ خالد في وقت سابق. اعتقادي الشخصي بتعاني، أنا عارف. والله طبعا احنا حضرتك بنعاني جدا، مش بنعاني بس، لان طبعا انت عارف حضرتك ان احنا كنادي كفر الشيخ من أندية في الممتاز به القليل جدا اللي بنمارس 14 لعبه. أيوة. يعني حضرتك انا الكره معايا، وعندي باسكت، وعندي طايره، وعندي هاندبول، وعندي تنس طاوله، وعندي كروكيه، وعندي سباحه، وعندي زعانف. كل حضرتك عندنا احنا مشتركين في 14 اتحاد. ايوه. بدفع مرتبات كل شهر، وبدفع مصاريف كل شهر، والحمد رب العالمين. كل الفرق ماشيه كويس وبتنافس على صعود، حتى ناشئين الباسكت صعدوا السنه دي لدور ابناء اول مره تحصل في الجمهوريه. اه ده ما شاء الله، ده حاجه رائعه. الحمد لله. ده حضرتك يعني طبعا ان من فضل ربنا علينا ان احنا معانا منظومه محترمه جدا، مجلس اداره محترم، ومن اول يوم وزعنا على كل واحد لعبته، والناس بتتطابق، كل واحد بيحاول ينجح لعبته. طبعا لما نرجع لكره القدم طبعا، معانا فريق محترم جدا، ومعانا مجموعه لاعبين، لدرجه ان هقول لك مفاجاه، ان الكابتن مصطفى بيحتار عشان يحط ال 11 لعيب كل ماتش. ايوه. من كتر ما شاء الله اللعيبه الجاهزه، يعني لان احنا بنلعب بناشئين كتير الحمد لله، من 7 ناشئين الحمد لله عندنا بنفسه بيلعبوا معانا، وكذول حضرتك لا يقل كفاءه عن اي لعيب، ودول هديه لكل كره قدم في مصر. يعني ان كان محمود شعبان، ان كان محمد ابراهيم، ان كان شيكو، ان كان صابر الغنام، ان كان الخطيب، واخد بال حضرتك؟ ايوه. عندنا محمد خالد، ما شاء الله عندنا مجموعه لعيبه كويسه قوي ناشئين، يعني دول اللي عاملين حاله للفرقه كويسه، ومخلينك قاعد كمدرب نفسك مرتاح، مش خايف حد ينكسر. ايوه. مش خايف حد يغيب، واخد بال حضرتك؟ عندك البديل. الحمد لله، فكابتن مصطفى حساب له انه مجهز البديل، يعني طبعا. ودي حاجه الحمد رب العالمين بشكره عليها، لانه عمل لكفر الشيخ فريق لعصر في هايل ان شاء الله. وانا بتفق مع حضرتك، وان الكابتن مصطفى عبده حاله من الحالات الرائعه، واخترناه يمكن هذا الاسبوع كافضل مدير فني، لان يستحق ده استاذ عبد الحميد. ويمكن كان مشرفني من 3 أو 4 حلقات بعد نجاح حضرتك ومجلس الاداره مباشره، واشاد بمجلس الاداره رغم ضيق الامكانيات الماديه. بص حضرتك، احنا الكره السنه دي معانا 2 ما شاء الله ما بيديروا الكره، وانا رئيس لجنه، لان هم الباقيين يعني كان كابتن دكتور محمد خيري طبعا، ده كان نجم كبير اتحاد ومصري وعامل شغل كويس جدا، برضه مجدي الزاوي كادر رياضي هايل ما شاء الله عليه. أيوه. يعني مجدي شاب اصغر من تحت السن، لكن عامل مجهود ما بينامش، يعني محمد خيري نفس الكلام. بص حضرتك كابتن خالد، ان شغل الاربع خطوط ده جزء، واللي بره الاربع خطوط جزء تاني. طبعا النهارده حضرتك احنا طلبنا من الاولاد يحبونا ونحبهم، وده اللي عمل الحل عندنا الحمد لله. الحمد لله. فلعيب كفر الشيخ الحمد لله النهارده لما يطلع يقول لك انا مش لاقي تلج في يوم من الايام مثلا، ما عندوش مشكله غير تلج. انما كل حاجه الحمد لله خلصانه. لما النهارده الحمد لله رب العالمين، يعني بنراعي فيهم ونشوف ظروفهم ايه، ولغايه بيطلب بنسالهم ايه الدنيا عندهم عامله ازاي. ايوه. واخد بال حضرتك؟ المرتب الشهري بياخدوه الحمد لله في ميعاده. المكافآت لها موضوع كده. كان بحكي عن حضرتك، لكن احنا بقدر المستطاع على قد فلوسنا الدنيا ماشيه. طب فكيت الكيس شويه بعد الماتش ده ولا لا يا استاذ عبد الحميد؟ قبضوا المكافاه النهارده الحمد لله، خلاص قبضوها النهارده. فكها شويه بس. قبضوا المكافاه النهارده يا كابتن خالد، خلاص الحمد لله. طب الحمد لله. والمرتب شهر 2 هيتقبض بعد بكره بميعاده 15 من كل شهر. طب كويس، ده شيء رائع برضه، ده شيء رائع، وانا عارف ان ربنا يكون في عونك. شهادة حق لله، يعني الولاد بيلعبوا ومش منتظرين اي حاجة من حد. يعني رجالة ما شاء الله، وحاجة تفرح، معاهم مدرب محترم، معاهم مشرفين على الكورة الحمد لله رب العالمين، قادرين كويسين. المنظومة الحمد لله كلها حضرتك، يعني زي ما انا اخر واحد بيتكلم في المسائل دي، لكن احنا من بعيد الدنيا دايرة كويس. الناحية النفسية معتمدين عليها جدا الحمد لله. الحمد معانا لعيبة، معانا لعيبة الحمد لله كويسة جدا، منهم ناس كانت ضربه غطس، والحمد لله رب العالمين برضو
قاعده واثنين مع جزء منهم. الدنيا الحمد لله بتكسر الحمد لله. على العموم ببارك لك واقول لك الف مبروك. ربنا يبارك فيك. ونادي كفر الشيخ نادي عزيز علينا كلنا وعلي انا شخصيا. انت يا كابتن خالد انت راجل محترم وراجل تاريخ طبعا. ربنا يخلي حضرتك. ومن الناس المحترمه طبعا كتير. انما حضرتك. والله لكن ادعي لنا بس نعدي ماتش بكره ان شاء الله الحمام ان شاء الله. في الحمام ان شاء الله اذا ربنا كرمنا وعدينا على سلام منه هيبقى نصيبنا السنه دي في الصعود موجود ان شاء الله. ان شاء الله ببارك لك. والاستاذ عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس اداره نادي كفر الشيخ. وزي ما انا قلت وبقول لكل الساده المشاهدين الانديه الجماهيريه يا جماعه محتاجه مننا كتير جدا جدا. واحنا دورنا في دوري بلدنا ان احنا نلقي الضوء ونشيد بالايجابيات ونقف جنب الانديه الجماهيريه. وقفنا جنب نادي